أسعد الله أوقاتكم. اليوم 17 رمضان، قبل 1442 سنة حدث غير التاريخ الإسلامي، غزوة بدر أو معركة بدر الكبرى. تخيل جيش مكون من 313 رجل فقط ذهبوا لاعتراض قافلة يواجهوا جيش مكون من أكثر من 1000 رجل. إيش النتيجة راح تكون؟ إيش أهمية غزوة بدر؟ إيش أهمية يوم بدر أو معركة بدر الكبرى؟ معركة بدر الكبرى حددت الكثير من ملامح الدولة الإسلامية والدين الإسلامي. من كده الله سبحانه وتعالى خصص لها صورة بكاملها، صورة الأنفال. تحدث سبحانه وتعالى في تلك السورة الكريمة عن الكثير من الأحداث التي رافقت ما قبل وبعد وأثناء تلك المعركة الكبرى. بالمختصر المفيد، معركة بدر الكبرى نقطة مضيئة وانطلاقة حقيقية للدين الإسلامي. تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.